النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شهد احتفاليه كبيره وجميله جدا. الاحتفاليه كانت خاصه بصرف تعويضات اهالي النوبه اللي تضرروا من بناء وتعليه خزان اسوان وانشاء السد العالي. الخبر في حد ذاته فيه قيمه كبيره جدا، حصولهم بعد يعني ما تضرروا وبعد ما قدموا شكاوى اجيال وراء اجيال، النهارده بيحتفلوا بان هم فعلا قدروا ياخدوا هذا الحق. وكان في احتفاليه رائعه تابعناها صباح اليوم اقيمت في اسوان تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان عنوانها الوفاء بالوعد تسليم التعويضات لاهالي النوبه، بحضور عدد من الوزراء ومن مستشاري رئيس الجمهوريه وبحضور محافظ اسوان وعدد من كبار المسؤولين في الدوله. الدكتور مصطفى مدبولي القى كلمه امام الحاضرين في الاحتفاليه، نقل فيها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وتقديره لمحافظه اسوان التاريخيه واعتزازه بأهلها الكرام. أشار رئيس الوزراء خلال هذه الكلمة لحرص الرئيس السيسي على تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة في الصعيد بالكامل في كل المجالات. السيدات والسادة، لقد تلقت الحكومة طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية. وبمناسبة هذه الاحتفالية يسعدني أن أعلن على حضراتكم فتح مرحلة ثانية وأخيرة لتلقي الرغبات من مستحق التعويضات، لتكون أمامهم فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم. وأؤكد لكم جميعا أن كافة طلباتكم سيتم الاستجابة لها، لأن متاح لدينا كافة أنواع التعويضات، سواء تعويض نقدي بأرض أو تعويض عيني أرض أو مسكن في أي مكان طبقا لأولويات حضراتكم. وستكون اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض ستقوم بإعلان موعد تلقي الطلبات والرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن. كل التحية والتقدير لأهالي النوبة الكرام والوجوه الطيبة الجميلة اللي ظهرت في التقرير وظهرت في الاحتفالية النهاردة.